قال الكرملين إنه ينبغي لأوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار الحقائق التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين. ورفض ميتري بيسكاف المتحدث باسم الكرملين اقتراحا من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني لإحلال السلام، مضيفا أن التقدم غير ممكن دون أخذ الحقائق في الاعتبار. فهل تعبر دعوة زيلينسكي لعقد مؤتمر سلام دولي حول أوكرانيا عن رغبته الحقيقية في إنهاء الحرب، أم أنها مجرد محاولة من كييف إلى كسب المزيد من التأييد الدولي؟ عن هذا الموضوع وهذه التطورات وفرص السلام معي من موسكو الكاتب والباحث السياسي إيفغيني سيدراف، وأيضا من كييف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الوطنية الأوكرانية دكتور فالنتين ياكوشيك. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ فالنتين عن المبادرة الثلاث خطوات اللي اقترحها زيلينسكي، ولعلك تبعت أيضا رد الفعل والتعليق الكرملين على هذه المبادرة، لأن الكرملين يرى أنه هناك حقائق جديدة وهناك مناطق جديدة انضمت للاتحاد الروسي. برأيك أوكرانيا كيف يمكن متابعة هذا الموضوع، وهل هذه الأقاليم يمكن أن تكون مسألة يغض الطرف عنها في أي مؤتمر سلام دولي حول أوكرانيا؟ قبل كل شيء هناك حقائق جديدة على الأرض. الحرب تستمر كما كانت. أي حرب أو أي نوع من الحرب الآن هي حرب استنزاف، والآن هي حرب شاملة، حيث القوات الروسية تحاول تدمير البنية التحتية الأوكرانية. طبعا لم يكن هذا في بداية الحرب، ولكن الآن الأمور هكذا. ليس هناك أشياء جديدة نسمعها عن موقف أي طرف. القيادة الروسية تريد من أوكرانيا أن توافق على ضم تلك الأراضي مثل القرم والمقاطعات الأربع الأخرى إلى روسيا، وطبعا هذا غير مقبول بالنسبة للدولة الأوكرانية. وأوكرانيا تقول إنه طبقا للقانون الدولي فمن المشروع تماما، وبأن تطلب من القيادة الروسية أن تسحب كل قواتها من أوكرانيا كأساس لأي معاهدة سلام مستقبلا. الرئيس زيلينسكي رجل محنك كخطيب، وهو يبني مواقفه على القانون الدولي وأيضا على اعتراف أغلبية الدول بأوكرانيا وبقانون السلوك العام. الرئيس زيلينسكي طبعا معروف، وطريقته طبعا والأداة التي يستعملها سياسيا فعالة جدا لتلقي الدعم لأوكرانيا، لطبعا الدعم العسكري والاقتصادي، ولكن ربما خطته ربما ليست جيدة للمفاوضات مع روسيا، ولا يمكن تطبيقها لأن روسيا تتخذ موقفا مخالفا تماما. بالنسبة للقيادة الروسية هذا غير مقبول، لأنهم لم ينتهوا أو لم يخسروا الحرب، فهم ربما خسروا المرحلة الأولى، ولكن لا تزال هناك آمال للروس لأن يحافظوا على بعض الأراضي الأوكرانية. وبالنسبة إليهم سيكون ربما نهاية روسيا إذا قبلوا بالانسحاب من كل الأراضي الأوكرانية. إذن ما لدينا اليوم هو كما قلت أداة سياسية فعالة جدا يستعملها الرئيس الأوكراني لدعوة الدول الأخرى لأن تدعم أوكرانيا وتظهر بأن القيادة الروسية ليست مستعدة لوقف الحرب. طبعا كما قلت الحرب ستستمر، والآن هنا لحظة حاسمة حيث ستكون هناك معارك أكثر في دونباس وفي جنوب أوكرانيا، اعتمادا على المقاطعات هناك وعلى النتائج هناك. سنرى ما سيحدث، فربما الحل سيكون مثل الحرب الكورية في الخمسينيات حين تم تجميد الحرب هناك وتمت إقامة حدود بين البلدين. نعم، وإلا
فقط لو سمحت لي أستاذ فالنتين لأفسح المجال لأستاذ يفغيني ليتفاعل معنا. إذا كان سؤالنا الأبرز في هذا النقاش أستاذ يفغيني، يعني هذه المبادرة الخطوات الثلاث أو ثلاث خطوات لزيلينسكي، هل هي مبادرة حقيقية للسلام أو دعوة للسلام أم مجرد كسب الوقت؟ ضيفنا من كيف قال هو حيلة أو أداة سياسية لكسب مزيد من الدعم، و يعني وضع موسكو في صورة أمام المجتمع الدولي أنه هي التي ترفض الحوار. هل وقعت روسيا في هذا الفخ؟ هل تسرعت في رفض هذه المبادرة؟ أيضا إصرار روسيا على مسألة المناطق الجديدة والحقائق الجديدة على الأرض، إلى أي مدى هذا يغلق الباب أمام أي فرص حتى مستقبلية للحل السلمي؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أنا أعتقد بأن موقف موسكو بسيط للغاية، بما أنه يعتبر على أوكرانيا أن تتقبل الحقائق على الأرض، فهي مقتنعة ربما بأن كييف في نهاية المطاف ستضطر إلى قبول السلام بربما نوعا ما بشروط روسية، أو على الأقل بجزء من الشروط الروسية لا يمكن الكشف عنها الآن. ولكن من جهة أخرى من المبكر جدا الحديث عما سوف تكون عليه الأوضاع في أوكرانيا وعلى الجبهة مباشرة بعد مرور أو بعد الانتهاء من فصل الشتاء، لأن فصل الشتاء هناك احتمالين، إما أن ينتقل الطرف من الطرفين أو الطرفين معا إلى هجوم وهجوم مضاد، وإما أن يبقى الوضع كما هو عليه الآن قبل أو في ظل استعداد الطرفين لشن هجوم حاسم في الربيع المقبل. وبالتالي من هنا يمكننا هناك العديد أن نتوصل من إلى نتيجة. لدينا تقديرات البنتاغون ليتحدث فيها أن الذخيرة من جراء القصف الروسي مستمر أنه باتت تستخدم ذخيرة بالية، ولديها تحديات في هذا الشأن. في مسألة الشتاء ودعم أوكرانيا في الشتاء، لدينا تعهدات في مؤتمر باريس بالمليار يورو، وأيضا لدينا فيما يتعهد ربما متابعة الإعلام الغربي على الأقل كما يحاول أن يصوروا، إلغاء المؤتمر الصحفي السنوي التقليدي ليجريه الرئيس الروسي في هذه الأوقات، يرون فيها أبعاد عن أنه يعكس قلق الكرملين من تطورات المعارك وأن له أبعاد تعكس هذا الإحراج. لا، كل هذه الأمور طبعا هي نوعا ما مصطنعة، بمعنى أن هناك تخمينات وهناك فرضيات حول مثلا إلغاء المؤتمر الصحفي. الحقيقة أن الرئيس بوتين والقيادة الروسية عموما منشغلة كثيرا الآن بهذه الأمور المتعلقة بالعملية العسكرية، بالوضع الاقتصادي، بالرد على العقوبات وما شابه، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي فرضيات وراء مثلا هذا أو ذاك من القرارات التي تتخذها روسيا. بالنسبة لخطوات زيلينسكي، وأود أن أعود إليها مرة أخرى، فهي نوعا ما يعني ربما تتعارض بعضها مع الآخر، لأن زيلينسكي يأمل بالحصول على المزيد من المساعدات والدعم المالي والأسلحة والذخائر وإلى آخره، ولكنه طبعا يدرك أن قدرات الغرب يعني لها حدود معينة، وآجلا أم عاجلا سوف يضطر الغرب أن يقول للرئيس الأوكراني ولأوكرانيا نحن زودناكم بالأسلحة وسلحناكم وإلى آخره، الآن عليكم أن تثبتوا قدرتهم على مواجهة روسيا والتصدي لها في المعارك. وهذا الأمر طبعا يدركه تماما الرئيس الأوكراني، وبذلك هو يركز ربما على مؤتمر سلام كوسيلة للخروج من الأوضاع الصعبة التي وجدت فيها أوكرانيا نفسها في ظل ربما التوترات التي تسود الجبهة والتي تسود أيضا الوضع الداخلي بأوكرانيا. طبعا زيلينسكي يدرك أن روسيا لن توافق بأي حال من الأحوال على هذه المبادرة، ولكنه يركز ربما على جذب اهتمام بقية الدول العالم لا سيما الدول الغربية لكي تولي أهمية أكثر مما كان عليه سابقا إلى أوكرانيا بدعمها وتصويتها بالأسلحة. فقط لأعود للأستاذ فالنتين، هل نجح زيلينسكي في هذا؟ ومسألة الدعم الغربي، إلى متى يمكن أن يستمر هذا الدعم بهذا الشكل بهذه الوتيرة في هذه المرحلة؟ هل يمكن القول أنه دعوة زيلينسكي نفسها
هي دعوة لإطالة أمد الصراع، وبالتالي هناك رهان على الحسم العسكري عوض الدبلوماسي حقيقة؟ السؤال لي. الغرب بكل تأكيد يدعم أوكرانيا، وهذه الحرب ليست حربا بين روسيا وأوكرانيا كما خططت روسيا. فلو كانت حربا بين روسيا وأوكرانيا فقط فكان يمكن أن يحتلوا معظم الأراضي الأوكرانية، ولكنها حرب بين الغرب مع أوكرانيا ضد روسيا التي ليس هناك أي دولة تدعمها باستثناء ربما بيلاروسيا. الغرب سيستمر في مساندة أوكرانيا، والغرب الآن مهتم إما في تدمير روسيا أو في أن يخضع روسيا. والغرب يعلم جيدا بأن هذا يمكن أن يتحقق فقط من خلال الهزيمة الروسية في الحرب الأوكرانية وبدء ثورة أو نوع من الاضطرابات داخل روسيا. القيادة الروسية تفهم هذا، هي تفهم بأنها قد ارتكبت خطأ جسيما وقاتلا، وطبعا حتى بمهاجمة أوكرانيا، ولكن ليس هناك الرئيس الروسي ليس مستعدا للاعتراف بأنه أخذ بلاده إلى فخ، والآن لا يستطيع قول هذا بصراحة لشعبه، ولهذا فليس هناك مؤتمر صحفي، فلا يزال النزاع الآن ضمن النخبة الروسية. البعض في النخبة مستعدون للاعتراف بأنهم قد خسروا الحرب، لأنه ما هو مهم بالنسبة إليهم هو الحفاظ على طبعا ممتلكاتهم وأموالهم وغيرها، ولكن بالنسبة للقيادة الروسية ففقط للأوليغارشية الروسية، القيادة الروسية تعلم بأنها إذا دحرت وانهزمت تماما فستؤخذ إلى المحاكم الدولية، وهذا يجعلهم مستعدين للقتال أكثر فأكثر ولإدخال روسيا بعمق أكثر في هذا الفخ. هناك ربما حل موجود، وهو تغيير شامل للقيادة الروسية، وأيضا إيجاد بعد ذلك مساومة، ليس فقط مثلا بهزيمة كاملة لروسيا، ولكن بنوع من المساومة، مثلا بالخروج من الحرب بطريقة مشرفة. حين دخلت الولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان كان ذلك فخا لواشنطن، ولم تكن حربا سهلة، ولكنهم وجدوا طريقا للانسحاب. إذن القيادة الروسية أو القيادة الجديدة ينبغي أن تنظر في نفس هذا الأمر، كيف يمكن الخروج من الحرب التي هي أصعب من الحرب الأفغانية، لأن الولايات المتحدة قوية أكثر اقتصاديا، وروسيا هي دولة وكدولة للأسف انتهى وقتنا، واعذرني على المقاطعة أنت وضيفنا من موسكو، شكرا جزيلا لكما. من كيف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الوطنية الأوكرانية دكتور فالنتين ياكوشيك، وأيضا شكرا جزيلا لك من موسكو الكاتب والباحث السياسي إيفغينيا سيدراف. تبادلت الهند والصين الاتهامات بشأن مسؤولية عن الاشتباك الحدودي والذي وقع بين قوات البلدين مؤخرا، غير أن البلدين أكدا عودة الأوضاع إلى طبيعتها وأنما يتواصلان معا عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية. فما هي أسباب هذه الاشتباكات، وهل ستؤثر على العلاقات بين الهند والصين، وكيف ستنعكس على التقارب الاستراتيجي بين البلدين؟ اشتباك محدود بين الهند والصين يعيد طرح مخاوف وأسئلة كبرى. وزارة الدفاع الهندية ألقت بمسؤولية الاشتباك على القوات الصينية التي قالت إنها توغلت داخل أراضي هندية في ولاية أروناشتال براديش شرقي البلاد. وبحسب الوزارة تصدت القوات الهندية للمحاولة دون سقوط ضحايا أو حدوث تغيير على الأرض. توغلت قوات صينية داخل أراضي هندية وحاولت تغيير الوضع الراهن على الحدود المتنازع عليها بالقرب من نهر اليانغستي. تصدت قواتنا بطريقة حاسمة وفعالة للمحاولة الصينية. بدوره ألقى الجانب الصيني بالمسؤولية على الهند بيان للجيش الصيني قال إن قوات هندية عبرت بشكل غير قانوني الحدود،
الخارجية الصينية حاولت التهوين من الواقعة وأكدت استقرار الوضع وأن الاتصالات جارية بين الطرفين. الوضع على الحدود الصينية الهندية مستقر بشكل عام، ويحافظ الجانبان على اتصالات مفتوحة بشأن هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية. نأمل أن يتحرك الجانبان في نفس الاتجاه والالتزام بروح الاتفاقيات الموقعة والعمل معا للحفاظ على السلام والهدوء في منطقة الحدود. الاشتباك هو الأول على الحدود منذ عام 2020، ويعود النزاع الحدودي بين البلدين لعقود طويلة مضت بشأن السيطرة على الخط الفاصل بين ولاية لاداخ غربي الصين وأروناتشال براديش شرقي الهند، والتي تطالب الصين بالسيطرة الكاملة عليها. وخاضت الدولتان حرباً بسبب هذا النزاع عام 1962، ورغم محدودية الاشتباك فهو يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للأوضاع الدولية. فالصين والهند من بين القوى الصاعدة والتي تحاول معاً بلورة عالم متعدد الأقطاب، وهو التوجه الذي تصاعد مع اندلاع أزمة أوكرانيا في مواجهة عالم أحادي القطب تسيطر عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. للمزيد معنا من نيودلهي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور وائل عواد. دكتور وائل مرحبا بك معنا. يعني طالما شهدت الحدود ما بين الجانبين اشتباكات وتوترات منقطعة بين الفينة والأخرى، لكن في هذه المرحلة مع إعلان الطرفين الاتصالات المستمرة على الصعيد الجانبي الدبلوماسي وكذلك العسكري، هل البلدين يمكن القول أنه على نفس الصفحة؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نعم كما تفضلتهم على نفس الصفحة، لأن هذه الحدود هي حدود شائكة وحدود متوترة وحدود منذ الاستعمار البريطاني إلى هذه المنطقة التي رسمها ماكموهن، والتي اختلفت عليها الهند والصين باعتبار أن الصين لم تعترف بها لأنها كانت أخضعت بالقوة من قبل الاستعمار البريطاني، بينما الهند تقول خط ماكموهن هو الخط الفاصل بين البلدين في خط السيطرة الفعلي في مناطق الهيمالايا، وبالتالي هذا يعرض كلا البلدين إلى الخلافات باعتبار أن المد والجزر في الأنهار والأوضاع الطقوس هناك تؤدي إلى اختلاف في رسم هذه الحدود غير المعلنة رسميا بينهما. وبالتالي عندما تتحرك هذه القوات هناك يتم هناك تقع مناوشات، هذه المناوشات مستمرة منذ عام 2020 كما تتذكرين في حزيران عندما قتل 20 جنديا هنديا على الأقل وخمسة جنود هنود صينيين بسبب المواجهة. لذلك نحن نتوقع أن تستمر هذه المواجهات والمناوشات، لكن الطرفين يؤكدان على أن الجيش، ولكن دكتور وائل وزير الدفاع الهندي خلال إحاطته أمام البرلمان عن هذه التطورات كان له اتهامات يعني ليست بالهينة، عندما يحاول يتهم الصين بأنها تحاول تغيير الأمر الواقع من جانب واحد في محاولة لعبور هذا الخط، خط السيطرة الفعلية الأيسي. إذا كانت الصين تتعاطى أو الهند تتعاطى مع هذه المسألة من وجهة النظر هذا، كيف من شأنها أن تؤثر على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ظل الحديث ربما عن نظام متعدد الأقطاب تبحث فيه الصين عن دور هام قيادي وكذلك الهند؟ طبعا ليس من مصلحة أي طرف أن نشوب حرب بينهما، وهناك تأكيد مشترك من كليهما أن لن تكون هناك حربا، لكن كما تعلمين البرلمان الهندي افتتح الجلسة، وبالتالي وزير الدفاع الهندي وحتى وزير الداخلية تحدث عن هذا الموضوع بأن الهند لن تتنازل حتى عن شبر واحد من أراضيها للصين التي تحاول أن تستغل هذه الأوضاع الطقوس في هذه المنطقة. المسألة إيمان بشكل رئيسي هي الخلافات في هذه المنطقة، وأن الصين على مدى العقود الماضية نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومطارات وقطارات تصل إلى هذه المناطق. الآن الهند تسعى إلى القيام بنفس المقام الذي الصين، وبالتالي هذه الهواجس التي تولدت لدى الصين هي بسبب التعاون الأمريكي الهندي بشكل مباشر، التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الصينية، الأمر الذي يجعل من التحركات الهندية بالنسبة للمفهوم الصيني هي نوع من الشك بماهية وأهداف الهند من وراء القيام بمثل هذه العمليات. الجانب الهندي هناك أزمة ثقة، خاصة ربما أنت أشرت إلى مسألة التدريبات على الحدود أو في هذه المناطق، أيضا أن الهند هي عضو في الحوار الأمني الرباعي اللي يضم الولايات المتحدة
الهند بالإضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة أستراليا واليابان، والذي لا تنظر له الصين بأعين راضية. تماما، كل تحالف الآن من قبل الولايات المتحدة ويصب في إطار ضم الهند إلى هذه التحالفات التي تعتبر الآن الولايات المتحدة الصين العدو الرئيسي أو المنافس الرئيسي لها، وبالتالي هناك تركيز على المحيطين الهندي والهادئ، وهذه التحركات هي ربما تكون ليست لمصلحة العلاقات بين البلدين. نحن نتحدث عن حدود تتجاوز 3440 كيلومتر، نحن نتحدث عن عملاقي آسيا، وبالتالي القيام بأي حرب بينهما ستؤدي إلى كارثة حقيقية. لو كانت الهند والصين تريدان حلا لهذه المسألة، لو قام كل شخص في الهند والصين برمي حجرة لرسم جبال هيمالايا من جديد بينهم. شكرا جزيلا لك من نيودلهي الأكاديمي وباحث السياسي دكتور وائل عواد، شكرا جزيلا.